الفضائل من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. التكمين النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان آل البيت نس يغنتيني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما كان آل محمد صلى الله عليه وسلم. التيكان دي التكمين اللي فتح حرم الصدقة اللي كيسن تيم غالي النس تروانس تروان تروانس كي قتا مسلم للان الدريان عبد المطلب اللي كان بنو اللي كان بنو هاشم بن عبد مناف غوي ديغان الآل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل السنة أتحبون أي تقمين النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم أتحبون أتنتولن أفلسنتين أولي فولكين أفلسنتظلن أتنزجوزن المنازل الشرف الفضل اللي درسني لن أرجسن تحفظن لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لغنى أذكركم الله في أهل بيتي. أي تكمين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت نس هنتفرح الحقوق. وكان لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم تنتي تبع نتفرح الحقوق أنتمن بأن الناس كانت تنتي كان خير الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جينت تيم غاري الناس على الأخيرة اختلي قسنت كله ام قرد اختلي كل سو قسنتي في الظن هاتي كان دمونا خديجة فلسل رضو ربي تبارك وتعالى انت تيتفن تروى النبي صلى الله عليه وسلم انت تسيسي من غصلي تسكت بالمدن انت تتعاون سلام الناس النفس غصلي تفل المدن تيدي قيس الصديقة بنت الصديق عائشة فلسل ربي تبارك وتعالى اللي نقيس النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل التريد على الطعام. هنو من عائشة فلسل ربي تبارك وتعالى تكتن تكا خير خير الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم تم يموت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم من سنتد يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا يجي نصدر نس يحكون النبي صلى الله عليه وسلم تحبون تات يحبوا بابا ستيقان أبو بكر رضي الله عنه.